لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الثاني في قيادة كفة التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولي الله على هذه الفرصة والانطلاقة، وفرصة مناسبة للتسديد، وهنا الفرصة والتمرير، كرة تنفذ الآن، راسية تأتي، هنا فرصة في المرمى، جول. كرات الثابتة، تحدثنا عن كرة ثابتة، شوف الخطأ، شوف عادة الآن تسديدة ضعيفة، محاولات باليسار، موسى أرسلها قذيفة على المرمى العومان، ومعها حكم اللقاء عبد العزيز أبو يطلق صافرته. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المملكة العربية السعودية في النسخة الثامنة، ينطلق الشوط الثاني، الشوط الأول منتخب الصومالي، تمريرة على مساحة، والآن هذه فرصة، فرصة خطيرة للمنتخب العماني، لكن على طول إلى لاعب ومهاجم المنتخب العماني، مواجهة الشباك وفرصة، وهذه خطيرة لكن بالكعب عادت الزاوية، شوف شوف اللعبة، ولكن المدافع العماني كرة في الوسط، تسديدة أمامية على اليمين للمنتخب العماني، وفرصة وفرصة الآن عند الصقري، يحاول فيها بالمهارة لكن تأخر. نعم العبدلي، تعود الكرة إيمن نبهاني، يلعب كرة طولية بالرأس، تبع عبد المجيد البلوشي بالمهارة، بلوشي عادت الكرة ونقل الكرة، خالد السليمي، خالد السليمي مشيها وتسديدة بداية، شوف النقلة، شوف تم وركلة الزاوية تلعب الآن هذه التسديدة، وشوف التشجيع والمساندة للهجمة وللاعب عندما يمتلك الكرة في مثل هذا الحضور الكبير الأخوي للأشقاء العرب أمام اللاعب محمد أحمد، كرة عالية وفرصة، الله المساعد الأول يوسف محمود الموريتاني أشار إلى راية على قادر عبد القادر، هنا الفرصة، محاولة واستمرار وتسديد على المرمى، وسط المباراة حضور كبير، الصومالي يبحث عن مفاتيح، وهنا مرتدة لعمان، لعمان تسديدة، تسديدة، الله 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 على هذا الهدف، احتسب لناصر الصقري هذا الخطأ، ولزوار أبها في هذا الكرنفال في هذه البطولة العربية، والمرور والمرور لمنطقة الجزاء، الله عليها من مهارة، الله عليها من نور عبد الله، كرة ملعوبة الآن، راسية تأتي، فرصة، كنترول جميل، قراءة لكن تصل الآن، تصل على الجهة اليمنى للمنتخب الصومالي، عادت إلى الجهة اليمنى، خطأ، خطأ محتد في هذه الأثناء، شوف المنتخب الصومالي لمشاركة هذا الخطأ، خطأ ينفذ لها كرة طولية على القائمة الثاني، إبعاد من حسين غابو، محاولة مرة أخرى، اللاعب ملهم الحضرمي في المدرج المحالة، شوف السرعة، شوف الأمتار اللي قدمها هذا الجميلة، والله راح سرعة الصاروخ، لكن النهاية لم يوفق فيها اللاعب، راسية تأتي، تبعد الآن من عبد المجيد البلوشي، أثناء الله على هذه الفرصة، فرصة الآن للمنتخب العماني، لكن راية 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 الرقم 18 هذا المدرب الصومالي، كرة اللعب على الجهة اليسرى، إبعاد من النبهاني، تصل في وسط، مرور جميل، مرور جميل، مرور وفرصة المنتخب الصومالي، لكن لم يفهم، هز الشباك، كرة أمامية ترسل، حسين غابو، هذه الفرصة العماني أرتاح بعد ذلك، عماني شوف، شوف اللمسة، شوف اللعبة، ولكن شوف كرة محمد البيتاس العرب البلوشي، عبد المجيد البلوشي يلعبها، الله عليك يا عبد المجيد، كرات خطيرة، شوف فيها المرور وارجاع الكرة للجهة اليمين للمنتخب عمان، هذه الكرة الأمامية والرأسية إلى ركلة الزاوية، هذا اللقطة الماضية، كرة ملعوبة الرأسية تأتي، ينجح الدفاع الصومالي بإبعادها، تسديدة المرمى، تكرارا في هذه الأثناء أن يضيف الهدف،
عادت إلى لاعب منتخب الصومال وفرصة، لكن أبعدها لا، هذا خطأ ينفذ بعيدة في وصل ملعب عبد الفتاح عبد القادر يمشيها، تعود الآن مرتدة للمنتخب العماني. نقل الكرة في وصل الملعب، تعود الآن، شوف تناقل الكرة للمنتخب العماني، يحاولون المحافظة على هذا خير إعداد للتصفيات الآسيوية كأس العرب، بطولة القوية. شكرا للاتحاد العربي على تنظيم مثل هالبطولات. فرصة للمنتخبات العربية للتلاقي والتواجد والحضور. هنا عادت الكرة والمرتدة للمنتخب العماني، يلم كرة المنتخب العماني في آخر دقيقة، خلاص في آخر دقيقة. شوف الكرة الماضية وشوف لاعب أول، هذه المباراة تنقضي وتنتهي، ولكن ما زال لي الحديث بقية. هنا فرصة ولعب الآن للمنتخب الصومال، يا لها من حسرة. شوف نيغي محمود فار الحاضرين وسط الأمطار في مدينة الأمير سلطان بالمحالة بأبها، أمطار غزيرة حضرت في بداية المباراة ومستمرة ما شاء الله تبارك الله. كرة عادت الآن المنتخب العماني، فرصة تعود بالكاب للمنتخب العماني، فرصة قائمة ومواجهة المرمى وتسديدة في المرمى. شوف التوغل وشوف المكان لهذا اللاعب، شوف التواجد الصريح لعلي الشباك الصومالية. هدف ثاني في هذه الجولة يتركهم مباراة، هدف ثاني علي البلوشي يضيفه للمنتخب العماني، هدفين مقابل لا شيء للمنتخب الصومالي. كرة ارسلان بس المرمى يتقدمه مازن زايد اللي تصدى في معظم الكرات الخطيرة القليلة للهدفين نظيفة، راح تسلم جائزة لأفضل لاعب بعد نهاية هذه المباراة وخروج لمازن حارس المرمى المنتخب العماني وإبعاد الكرة نظيفة للمنتخب السلطنة للمنتخب العماني في هذا المساء. كرة عادت من اليمين لليسار، محاولة في هذه الأثناء في هذه الثواني الأخيرة وصاب المساء. متابعينا مشاهدينا عبر قنوات المنتخب العماني، هذه النتيجة وهذه المباراة والثلاث النقاط هنا في مدينة أبها حظ أوفر للمنتخب الصومالي اللي قدم مباراة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.